مساء الخير، مساء الحب، مساء السلام، مساء الجمال، مساء التوازن. شخباركم؟ شكرا للايكات والقلوب والكلام الجميل. ما زلنا نتكلم عن نيتنا لهذا الشهر، توازن الأنوثة والذكورة. إذا ما حطيت النية حط النية. خلفية الجوال الجميلة، عندنا الفيلم أوريدي، الناس بدأت تشوف الفيلم ويقولون إن الفيلم جميل. وبرضو عندنا 9 مواد موجودة على الموقع sumaya369.net، عندنا عن الزواج، عن الأنوثة، حياة سرية الرجل، أسرار الأنوثة، السيدة والجارية، عندنا الطلاق، التعلق، عندنا مواد مجانية موجودة ضمن دايزي الوعي الزواجي بما فيها جذب شريك الحياة اللي نبغى نتكلم عنه اليوم، وعندنا الغواية والخيانة اللي تقدمتها مع الدكتورة فوزية دريعة. طيب أرحب بأصدقائي على تيك توك، أهلا وسهلا، شرفتوني. أوريدي عندنا 34,000 لايك، ثانك يو، شكرا جزيلا. طيب نبغى ندردش اليوم عن جذب شريك الحياة. ما شاء الله عليها اللي سوت لي ميك اب اليوم، ممتازة. لا مو أنا، باين الفرق صح؟ مو أنا، ما شاء الله عليها ذكية. نبغى ندردش عن موضوعنا وناخذ أسئلة. إذا تبغى تفهم أكثر الموضوع، موجود ضمن دايزي الوعي الزواجي في مادة مجانية ممكن أنكم تستفيدون منها. أوكي؟ جذب شريك الحياة، جذب شريك الحياة، شوفوا أول شيء أبغى أقول لكم، يعني في ناس عندهم سؤال، هل ممكن أصلاً نجذب شريك الحياة؟ هل هذه الفكرة يعني حقيقية ولا فكرة يعني مبالغ فيها، أو فكرة يعني مش منطقية أو يعني خيالية أو كذا؟ أبغى أقول لك إنه فكرة الجذب حقيقية، فكرة الجذب حقيقية، وإنه يعني الموضوع ما هو موضوع إنه الموضوع إنه يصير أو ما يصير، الموضوع إنه أنت مؤهل وتستحق ولا لا. مو الموضوع يصير ما يصير، الموضوع يصير، موضوع يصير. زي ما تقول مثلا في واحد بينجح وياخذ A بلس، فيه، هذه حقيقة، فيه، بس سؤال هل أنت اللي بتاخذ A بلس؟ هذه النقطة، عرفتوا؟ فعادي يعني العريس أبو 5 نجوم موجود، 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 بس أنت تحصلينه ولا ما تحصلينه؟ هذه قصة ثانية، هذه القصة الأخرى اللي إحنا نتكلم فيها. أوكي؟ تقول كل مرة أفتح قلبي يطلع خازوق. حبيبتي أنتي، يمكن الموضوع غلط أصلاً، طريقة كلها غلط. شوفي أبغى أقول لك شيء كثير مهم. أول شيء لما تقررين، أي في ناس يقول إحنا ما عندي رغبة إني أنا أجذب شريك الحياة، ذاتس أوكي، عادي عادي، يعني ترى إحنا ما مو قاعدين نسوي شيء واجب وإلزامي وكذا. الناس تختلف وأذواق ومزاجات ووجهات نظر. أول نقطة أبغى أقول لك إياها اليوم اللي هو التوقيت. أوكي، التوقيت، إنه متى أنا أضع هذه النية، نية إني أنا يلا أنا أبغى الآن أجذب شريك الحياة، متى أضع هذه النية؟ هذا الموضوع بصراحة كثير مهم، كثير مهم، لأنه لما تكونين أنت في حالة صدمة، تكونين في حالة مأساوية، تكونين في ظروف سيئة، تكونين في مشاعر تعبانة، تكونين مضاربة أنت وأهلك، تكونين أنت يعني انطردتي من العمل ومتضايقة وزعلانة ومرة وضعك سيء، وتحطين نية الزواج ونية جذب شريك الحياة، أعتقد أنك أنت قاعدة تجذبين من يعني من أسوأ شعور ومن أسوأ طاقة. لذلك مهم لما تقولينها
أجذب، خلني أجرب موضوع جذب شريك، خلني أجرب اللي يقولون هذا يشتغل الموضوع لما يشتغل الموضوع. مهم يعني قبل ما تفكرين تحطين هذه النية إنه يكون التوقيت صح، إنه يكون التوقيت صح، أن تكوني أنتي مخلصة تنظيفاتك، شعورك طيب، شعورك جميل، لأنه طوال الوقت الجذب راح يكون انعكاس. أوكي، خلونا ما نلعب على بعض. طوال الوقت الجذب راح يكون انعكاس. لذلك ما تقدرين أنت يعني تجذبين شيء خارج إطار طاقتك، خارج إطار الشيء اللي موجود جواتك. ما تقدرين. كون أنه مثلا تجي سيدة تتوقع أنها بتحصل على شيء يعني خلنا نقول بعيد تماما عن طاقتها، ما هو موجود في كارمتها، نتوقع أنها لن تحصل عليه. ذلك لما تبغى شيء لازم يكون موجود عندك هذا الشيء، أو انعكاس لهذا الشيء. لما تبغى هذا الشيء لابد يكون موجود عندك هذا الانعكاس. على سبيل المثال، لما مين مثلا المرأة اللي تتزوج رجل كريم، مين المرأة اللي تتزوج رجل كريم؟ امرأة كريمة، أوكي، وتقبل الأخذ. فالموضوع عندها من الأول، هي مصححة القصة من الأول. طيب، لكن خلونا نتصور أنه في امرأة بخيلة ولا تقبل الأخذ، ممكن تتزوج رجل بخيل، أو مثلا ممكن تتزوج رجل مسرف، بخيلة وتقبل الأخذ، بخيلة وطماعة، تتزوج رجل مسرف يده مخرومة، فتقول أوه بس أنا أبغى كذا وأنا أبغى كذا وأنا أبغى كذا. إيه بس أنتي وش الملفات اللي أنتي جايبتها؟ وش الملفات اللي جاية معاك؟ تقولك أختي كريمة وزوجها، أختي بخيلة وزوجها كريم، عادي. انتي قاعدة في دكة المتبرجين وقاعدة تحكمين، الحكم ما هو لك، الحكم لهم، هم اللي يعرفون الحقيقة. اوكي، ففي النهاية انتي ما راح تجذبين الا شيء موجود جواتك او يتسق مع داخلك، يتسق معك، يتناسب معك. ذلك احنا من البداية كان نيتنا توازن الانوثة والذكورة. ليش؟ لأننا ما نبغى، إذا إحنا وازننا الأنوثة بداخلنا ووازننا الذكورة بداخلنا، راح يجيني رجل متزن، ذكورته متزنة وأنوثته متزنة. لكن لو ما اشتغلنا على هذه النية قبل أني أنا ما أصل لنية جذب شريك الحياة، معناها راح أجذب شريك حياة حسب الموجود. إذا كانت مثلا أنا ذكورتي عالية راح يجيني رجل أنوثته عالية، وإذا كانت أنوثتي عالية راح يجيني رجل ذكورته عالية. فبالتالي إذا كان عندي واحدة سايحة ويعني ما تقدر تساعد نفسها ولا تقدر تنقذ نفسها، ولا سايحة ما تدبر شيء في حياتها، يجيها رجل ذكر يدعس عليها لأنها سايحة. في المقابل إذا في واحدة عندها ذكورة عالية، تلقاها هي شايلة البيت وإخوانها وحريم إخوانها وجيرانهم وكله فوق ظهرها، فوق أكتافها، ويعني هي اللي مسوية السباكة للبيت، وهي اللي مسؤولة عن كهربة البيت، وشي شي شي يعني ذكورة تفوق الوصف. يجيها واحد نايم ما يشتغل لأنها هي شايلة كل الشغل، تقول أوه واو أنا والله كتبت جذب شريك الحياة، كنت أبغى يعني رجل يعني وكذا لا إيه، بس أنت في النهاية ما تجذبين الأشياء اللي أنت تتخيلينها، أنت تجذبين الشيء اللي يتناسب مع القصة اللي أنت موجودة فيها. لذلك مهم أن نضبط القصة. أوكي، مهم أنك أنت تضبطين القصة من الداخل. المفروض أنه أنت تنظفين قبل ما تأخذين هذه الخطوة، قبل ما تصلين خطوة جذب شريك الحياة.
المفروض انه انت توازنين طاقة الانوثة والذكورة قبل ما فعلا صرصور موجود، قبل ما توصلين قصة جذب شريك الحياة. في اشياء قد تكون اختيارات وانت عندك الكارما فيها نظيفة، اوكي كارمتك نظيفة، يعني مثلا ممكن سيدة تبغى تجذب رجل ثري وهي ما عندها كلاكيع كثيرة تجاه الثراء، ما عندها يعني معتقدات كبيرة سيئة تجاه الثراء، متفاهمة مع قصة الثراء، بس هي من عائلة يمكن فقيرة أو عائلة عادية، بس ما تورطت بكارمات رديئة مرتبطة بقصة الثراء. هذه تكتبها وهذه تكون سهلة إنها تتحقق، سهلة إنها تتحقق. لكن ايضا وارجع اقول انه انت متى طلبتي هذا الطلب، طلبتيه وانت تحت ولا طلبتيه وانت فوق، المستوى اللي انت تسويتي فيه الاوردر هذا متى، طلبتي وانت مليانة خوف، مليانة غضب، مليانة عار، مليانة توتر، مليانة تأنيب، معناها الجذب راح يكون على هذا المستوى، مستوى تحت. طلبتي على مستوى عالي، كانت مشاعرك جيدة، كنتي مستمتعة، تعيشين شعور السعادة، تعيشين مشاعر جيدة، وبعدين طلبتي هذه النية، راح يكون الطلب على هذا المستوى، راح يكون الطلب على هذا المستوى. ذلك مهم انه انه مرات تكونين منظفة ومخلصة ومضبطة وتغيرت هويتك، بس انت الى الان ما بنيتي مشاعر ايجابية. ابغى اقولك اوكي الخطوة الثانية، ابني مشاعر ايجابية، ابني مشاعر ايجابية، ولما تعيشين وسط هذه المشاعر الايجابية ذاك الوقت تقولي تبغين شريك حياة ولا ما تبغين شريك حياة، الآن حان الوقت انه انت تطلبين، تكونين ضبطتي. اوه ماي جاد، تقول طلبت وانا في صدمة، اوه ماي جاد. اي ترى مشكلة، وكثير من البنات يطلبونها وهم متضاربين مع اهلهم، يعني توقيت مرة تعبان، يعني تطلب وهي متضاربة مع اهلها، يعني انها خلاص ضاقت فيها الدنيا وكذا وقالت خلاص ابغى شريك الحياة، خلاص حان الوقت. الشيء الثاني، مرات تجيك مثلا سيدة كاتبت لها الآن القائمة حقتها، أوكي حاطت لها اللستة حقتها وقعدت تنتظر، عيون الزرقاء، ثري، كريم، ما أعرف إيش، سيارة فراري حمر، يعني عندها اشتراطات كذا. المهم جاء طق الباب واحد، Thank you، طق الباب واحد، جاء العريس. الآن غالبية الفتيات عندها في نسختين، عندنا أغلب الفتيات نسخة تقول جاء العريس، أقول بلا قائمة بلا بطيخ كله خرابيط، خلاص جاني هذا عصفور في اليد، خير من 10 على الشجرة وخير من 10 في الورقة، وخلونا ناخذ العريس والورقة والجذب نست كل السالفة، يمكنها حضرة كورس الجذب ودفع فلوس، نست كل القصة، أوكي؟ هذا نموذج. النموذج الثاني، طبعا هذا كثير منه، النموذج الثاني نموذج تقول لحظة أنا ما شيكت على الورقة، بس العيون ما هي زرقاء، مش أنت يا بابا، لا مش أنت، العيون ما هي زرقاء، الأوردر في عيون زرقاء، مو أنت. فطول الوقت وهي تشيك في ورقتها لدرجة الأشياء اللي هي احتمالات، شفتوها الأشياء اللي مرة ثانوية قاعدة تشيك عليها، مو أنت، اللي بعده مو أنت، مو أنت، مو أنت، مو أنت. طب ممكن يكون جاء الشخص اللي انت جذبتيه في قمة وفي مشاعر جيدة وانعكاس ممتاز لك ويمثل عن مرحلتك واو، بس لانك انت عالقة في العيون الزرقاء ما وافقتي.
ذلك صحيح انه انت تبغين تجذبين شريك حيث لما يكون التوقيت مناسب ولما يكون الشعور مناسب ولما يكون الهوية الجديدة بنيتيها وعشتي شعور سعادة وكذا وكذا، لكن لما تحصل الحقيقة لابد ان انا عندي هذه القائمة اراجعها، بس ما يعني اني انا ملتزمة 100% بهذه القائمة، لا. وغالبية وبعض البنات لانها تلبس النظارة الوردية تنسى القائمة تماما، تنسى أصلا هي وش تبغى وش ما تبغى وش اشتراطاتها في الحياة وش كانت تطلعاتها للحياة، تلبس النظارة الوردية وتنسى كل وتعيش كذا. بعدين فجأة تصحى تقول أصلا وش دخلني في الزواج، أنا كنت أبغى زوج كذا، أنا كنت أبغى كذا، أنا كنت أبغى. صباح الليل صار عندك 5 أطفال جاية تتذكرين الموضوع. مرة من المرات واحدة جت عندي قالت أبغى جذب شريك الحياة. المهم قعدنا نشتغل مع بعض وكذا، بعدين قالت ذكرت اني متزوجة. يعني انا يعني كأنها قصة ما هو حقيقية، والله والله كأنها قصة ما هي حقيقية. ذكرت انها متزوجة وحنا قاعدين نسوي تمارين جذب شريك الحياة، عليك ان تتخيل ذكرت انها متزوجة. يعني تخيل الموقف، تخيل انها يعني داخل خط انها تدور لها على عريس وماشية في خط ثاني، وبعدين تذكرت انها متزوجة. ذكرت اي مو طبيعي صح؟ مو طبيعي. يعني حتى انا انصدمت. ابغى اقول مالك حق، يعني انت مو معقولة تتزوجين واحد وانتي تبغين شيء، يعني تبغين تعيشين، تعرفين انه انتي ترتاحين مع شخص فيه مواصفات معينة، وبعدين تلبسين النظارة الوردية وتدخلين في قصة وفي نفق مظلم، وبعدين بعد ما تجيبين لك لسة اطفال تتذكرين الموضوع تقولين اوه ماي جاد يلا انا الحين بجذب شريك الحياة. فانتي عندك الفرصة انك انتي تختارين الخيارات اللي تناسبك، وفي نفس الوقت تذكري دائما انك دائما تجذبين انعكاسك، ودائما تجذبين مستوى يتوافق مع مستوى المشاعر اللي انت موجودة فيه. خلونا ناخذ اسئلة، المفروض يكون في اسئلة يعني عشان اذا وصل جد تخلع الاولاني، لا بيكون في لخبطة صراحة في الطاقة، ما المفروض انها تسوي كذا ابدا، بيكون في لخبطة في الطاقة، وقلنا خلاص طيب ما تبغين الاول خلاص خلصي الموضوع وابدأي قصة جديدة. تقول اكتشفت ضعف شخصية الشريك امام عائلته قبل الارتفاط، ماذا عساني افعل؟ قصدك مثلا انه هو ممكن يتراجع عن الارتباط، او ممكن انه مثلا قاعد يشاورهم فبتالي انت ما تدرين هو يجزم ولا ما يجزم، ولا ياخذ خطوة ولا ما ياخذ خطوة، او انه هو متزوج لان اختيار امه. شوفي الاحتمال الاول ان هو قاعد يشاورهم ما يشاورهم، في النهاية انت قدامك صار رجل واحترم نفسه وتقدم، اعتقد انه يحترم، اعتقد انه يحترم، وقد ما يكون بالضرورة ضعف بقدر ما هو يعني محاولة انه يعني يمر بوقت يعني يحاول انه يقنعهم وكذا، بس في النهاية خلص هو استطاع انه يتخذ القرار ويمشي في طريقه. اوكي، اما الاحتمال الثاني انه انت الزوجة اللي اختارتها الام، وبالتالي هو انت ما تدرين بكرة يعني مين، هل هو فعلا يعني بيلتزم باختيار الام ولا لا، وانت لازم تعرفين المجتمع اللي هو جاي منه. في مجتمعات خلاص مدام الام اختارت على العين والراس ويمشي الموضوع طوال الحياة ويستطيع انه هو يعيش في هذه القصة ماشي خلاص، ولا يفكر في واحدة ثانية، ولا يقول والله بنت الجيران، والله صديقتي، والله زميلتي، والله واحدة حبيتها، لا خلاص انتهت القصة. ففي قناعة انه الام اختارت لأحسن شيء وماشي، هو مثل اخوانه في هذه القصة اجتماعية عادي متسق معها. وفي بعض الاماكن القصة الاجتماعية مختلفة، قصة اجتماعية مختلفة، قصة اجتماعية انه الاساس انه هو يختار نفسه، لكن امه عندها نوع من التسلط ونوع من التدخل، وبالتالي هو شوية ضعيف شخصية فخضع لها،
فهذا اللي تقولين ممكن بكرة يعني يطلع شخصيته شوية وينضج شوية ويتراجع عن الفكرة، هذا أقول ممكن إنه ينخاف منه. بس النموذج الأول كل المجتمع ماشي على هالطريقة، يعني أعتقد إنه بيمشي هو على الخط. عمر يقول إيش سبب الجذب العكسي؟ يعني مثلا شيء معين يصير العكس وأتضايق. إيه بالضبط، هذا اللي تو كنت أتكلم عنه يا عمر، في جذب شريك الحياة أو جذب شريكة الحياة. يعني مثلا أنت الآن خلنا نقول ثري، أوكي، فتقول والله أبغى امرأة مثلا برضو معها فلوس، فممكن تجي لك واحدة فقيرة، وارد يعني. يعني على كل الرجال الأثرياء أن يتصورون أنهم سيتزوجون سيدات فقيرات، يعني غالبا هذا الانعكاس الأنسب. يعني ها يجي واحدة ثرية يعني تقريبا تكون سيدة، يعني صعب، يعني فيها اعتبارات كثيرة، طاقات تتداخل الطاقات. فيقول طب أنا كنت أبغى واحدة ثرية، يعني بعد ما أبغى واحدة تطمع فيني وكذا، أبغى واحدة يعني عينها مليانة ومعها فلوسها وكذا وكذا. بس أقول لك هذا انعكاس، الانعكاس ممكن يكون مثيل وممكن يكون معاكس 100%. فهذا الانعكاس. ميمي حبيبتي تقول السنة الماضية جذبت شخص فيه كل الصفات اللي كتبتها. الله، لكن تقول لك لكن عنده ذكورة عالية وعصبية، أتركه ما أشتغل على نفسي. أبغى أقول عدلي التوازن الأنوثة والذكورة عندك، معناها أنت يعني تقريبا أنثى سايحة، تقريبا يبغالك كذا، يعني يبغالك شوية تشدين الصواميل شوية، سايحة يبغالك شوية تشدين نفسك. أبغى أقول اشتغلي على نفسك، بس لا تطولين، واحتمال يطلع بعد. يلا عاد الحين الاختبار الحقيقي، تشتغلين ولا ما تشتغلين؟ إذا ما راح يتغير بيطلع. مروة حبيبتي تقول هل في رجل متزن في طاقته من الفطرة ولا لازم مشتغل على نفسه؟ والله شوفوا، أنا أقول في مجتمعاتنا إذا تبغين تعرفين الرجل متزن ولا لا، تبغين تعرفين إنه هو بيكون كويس لك ولا لا، قابلي أمه وشوفي كيف الأكشن بينهم، ها الأم والولد، شوفي كيف يتعاملون مع بعض، شوفي القصة كيف بينهم. هذه هي قصة الأنوثة والذكورة، واضحة مرة. هو وأمه، شوفيهم مع بعض، شوفيهم في الشدة وفي اللين وفي العادي وفي القمم وفي القيعان، شوفيهم مع بعض هو وأمه، تختصر لك القصة كاملة، أوكي؟ وراح يبين لك إذا هو رجل متزن، بيبين مع أمه على طول، واضح، تشوفين هو كيف يتعامل مع الأنثى، يحترمها ولا ما يحترمها، يقدرها ولا ما يقدرها، يتفاهم معاه ولا يتفاهم، هي كيف تعامله، مهم هو كيف تم التعاون معاه من قبل الأنثى، هي تروح تجيب له وتسوي له وتحط له، ولا هي تحبه، ولا هي تخاف عليه، كثير تفاصيل شو اللي بينهم الأم والابن. رجعنا لعمر يقول ما أحب أرتبط لأني أخاف الرفض، إيش الخطوة اللي أتخلص من هذا الشيء؟ اشتغل على الخوف واشتغل على القبول. تكلمنا الشهر اللي راح بعد عن موضوع الخوف من الهجر، تلازمة الخوف من الهجر. فاتح حبيبتي تقول كيف أعرف الشريك المناسب لي ومناسب لمعتقداتي وطاقتي؟ اللي طق الباب الآن في هذه اللحظة هو أنسب شخص للحظة الحالية، للهوية الحالية. لذلك إذا ما عجبك اشتغلي أكثر على نفسك، قولي سوري واشتغلي أكثر على نفسك. إيش القصة وراء كل علاقة تكون جيدة إلى أن تصل لموضوع الارتباط الرسمي تختفي؟ ارجعي للقصة الأولى وشوفي وش سببها، وش سوت معتقد، وش توقيتها، والشخص هذا وينه، تزوج ما زال يبغاك، ما زال خاطرة فيه. القصة الأولى، ارجع للقصة الأولى، غالبا القصة الأولى هي اللي عندها كل الرسائل
واللي بعده كله يعني فهمتي فهمتي عيد الواجب عيد الواجب. بس ارجع القصة الأولى هي أوضح واحدة. طيب كيف ممكن أعرف الجوانب اللي فيني ويتساهم في أني أجذب الشخص الخطأ؟ كيف أكتشفها؟ منه هو لما يجي تقولين Oh my God فيه وما فيه، قولي إيش الإنعكاس اللي جواتي على هذا الشيء. منه هو يبين. كيف أواجه أهلي بشخص أحبه ورافضينه؟ أوكي هم أوريدي رافضينه، وشلون تواجهينهم؟ يعني هم أوريدي عارفين صح؟ أجذب أشخاص متكبرين شايفين حالهم، إيش الإنعكاس بداخلي؟ إما أنك أنت متكبرة مثلهم أو أنك أنت تقبلين الإهانة، فبالتالي تناسبهم القصة بهالطريقة. كل شيء سويته بس ما حد طق الباب، إيش الحل؟ والعمر يركض وراح كثير. إيه خلص استريحي، مادام كل شيء سويتيه معناها خلص سويتي اللي أنت تعرفين إنه يتسوى، باقي تسوين الشيء اللي ما تعرفينه إنك أنت تستريحين. أجذب أشخاص يغيبون عند الخلاف، ما هو الإنعكاس؟ طاقتك الذكورية عالية لأنك أنت تواجهين وواضحة وتحطين الموضوع على الطاولة، وهذا يخيفهم وعندهم أنوثة تجعلهم يهربون. حاربين يعني خوافين يعني أنثويين، فضبط الأنوثة والذكورة. تقولينك قبل 15 سنة طاح الفاس في الرأس، صدقيني ما في شي فات، ما في شي فات، صدقيني والله لو تشوفين الصورة الكبيرة ما في شي فات. يعني كل شيء قابل للتصحيح، قابل للتعديل، قابل للتراجع، قابل لليوتيرن، كل شيء كل شيء. حطيت نية الشريك بمواصفات وجاني واحد فيه كل المواصفات اللي أبيها تام بس طلع كذاب وقرصان، احتمال انك حطيت نية الثراء في نفس الوقت، واحتمال انه انت كان عندك الفرصة للثراء لكنك زي ما نقول حبيت انك تقعدين في السرير اكثر، ترخيتي يعني. شوف خلني اقول لكم اياها بصراحة، الكارمات مي وحدة. اوكي في وحدة كارمتها تطلع لها شريك ثري، في وحدة ما كارمتها ما تطلع لها شريك ثري بس عندها كارمة عمل، فبالتالي لا تحطين نفسك في موضع مقارنة احد ابد. يعني انت نسخة فريدة من نفسك، كارمتك خاصة فيك، قصتك خاصة فيك، ما تقدرين تقولين فلانة فقيرة وجذبت رجل ثري، انا فقيرة وجذبت، لا القصة مختلفة. وش رسالة الروح، وش المطلوب، وش الامكانيات، ايش جيتي انت، وش الادوات اللي معك، القصص مختلفة. ممكن تكون حطيتي نية الثراء وحطيتي نية الزواج، توقعتي ان الثراء راح يكون من شريك الحياة، لا صار هذا هو قرصان اصلا، جاي على نية الثراء ما جاي على نية الزواج اصلا، جاي على نية القرصان، بس طابق المواصفات لانها كانت انسب طريقة حتى يتجلى لك القرصان. ها قرصان رائع مرة، قرصان مرستك كأنه شريك حياة، ها تخيلي قرصان كأنه شريك حياة. فكان المفروض انك انت يعني يمكن المفروض انك انت تتخلين شوية عن فكرة الزوج الثري، اشتغلي على الثراء بنفسك. اجذب اشخاص متزوجين، ضبطي موضوع الغيرة عندك، ضبطي موضوع الغيرة والمقارنات. ليش اجذب رجال نرجسيين؟ في الغالب الرجل النرجسي عنده ذكورة عالية، وغالبا انت يعني سايحة ونفتك زايدة، و يعني هذا اللي صار، فمهم انك انت تعدلين حالة الانوثة اللي عندك. مهم النرجسي ما يستطيع ان يتحمل انثى متوازنة الانوثة من النظرة، ترى النرجسيين يعني ترى شياطين، تراهم أذكياء، ها سبق أني قلت لكم الدراسات اللي يقول أنهم هم يعرفون، هم مبسوطين بالواقع، هم كذا، تراهم أذكياء شاطرين،
شاطري من النظرة يعرفها، يعرف هو يقدر يدعس ولا ما يقدر يدعس، من النظرة، من الصوت، من الأول أكشن، من أول أكشن. أذكياء أذكياء. ولو شلون هم طول الوقت عندهم ضحايا طول، لأنه ما يخذون وقت طويل مع 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 القصة اللي ما لا تناسبهم. هم يحتاجون يسحبون أكبر كمية من الطاقة. أي واحدة يعني أنوثتها متوازنة على طول يعرفون ما يقدرون يكملون معها من أول نظرة، فاهمين الموضوع. فزي ما قلت لكم قبل أنه المجرم، مع اختلاف يعني مبالغة أن نسمي نرجسي مجرم، بس يعني المجرم يعرف ضحيته، اللي محتاج للطاقة يعرف وين يمص الطاقة منه، يعرف المكان اللي يكمش فيه ويمص الطاقة منه. فأنتي واضحة، أنتي باينة طوال الوقت، النرجسيين يعرفونك ويلقونك من الرد الأول، من الأكشن الأول، من السلوك الأول، من كل سلوكياتك وتصرفاتك وطاقاتك تدل على أنك أنتي قابلة للدهس. سايحة يا ماما، شدي صواميلك، عدلي الموضوع، وازني طاقة الأنوثة عندك. هل صحيح شريك الحياة يكون نسخة من الأب؟ لا، مو بالضرورة، مو بالضرورة. قد يكون يعني إذا عندك قصة يعني كارمية وقاعدة تضاربين فيها وكذا، ممكن وما خلصتيها ممكن، بس ممكن يكون أيضا نسخة من الأم. يعني مو بالضرورة يكون يعني النسخة من الأب. عموما احنا نعرف ايا كانت، لانه الام والاب هي قصص رئيسيه في حياتنا او في عند غالبيه الناس، مو كل الناس. نتصور انه محاوله فك العقد ما هو بدون حل العقد او بدون انهاء الملف هذا بطريقه صحيحه، ما هو الا محاوله لجذب قصه جديده. فبالتالي سواء زواج، سواء علاقه، سواء شراكه عمل، سواء زميل، سواء يعني ايا كانت. خلنا نقول انت تضاربتي مع ابوك وهجيتي منه، رحتي ان شاء الله البلد ثاني ومكان ثاني، وتعرفتي على واحد لسه ما تزوجت طلع نفس ابوك، استاذك في الجامعه طلع نفس ابوك. مو لانه بالضروره زوج، لانه القصه الكارميه لما ما تخلص ستبحث عن طريق انها تتجلى. طريقه تكون صديقتك تظهر كابوك، قد يكون صديقة، قد يكون شريك حياة، قد يكون شريك عمل، قد تكون زميلتك في الجامعة، أي شخص، أي شخص. فهي تجي حسب الظروف، حسب الواقع، حسب الطاقة، حسب الكارما، حسب التوقيت، حسب توقيت الدروس، وحسب مواقيت الروح وإرهاصات مواقيت الروح. هل لو عندي مخاوف من الخيانة بعد الزواج يجذب لي شخص يخونني في المستقبل؟ إيه، بدون أدنى شك. إنه مدام الثغرة هذه موجودة فهي محتملة. يعني خلنا نقول أنتي حطيتي المستقبل وحطيتي فيه الاحتمال، أنتي عطوا رحتي المستقبل وحطيتي فيه الاحتمال هناك أوريدي. يعني أنتي لو مش المستقبل ووصلتي هناك راح تلقين الاحتمال هناك، تاني أنتي محتاجة تشتغلين على هذا الموضوع. ندى حبيبتي تقول لماذا التعارف في السوشيال ميديا ما يكون جدي في الارتباط ولا يتقدم لي، يجي عكس ما أريد. يعني خلنا نقول مثلا إذا فيه، خلنا نقول مثلا عندي 10 رجال يستخدمون السوشيال ميديا في العلاقات، كم واحد منهم من 10 راح ينقل العلاقة إلى مرحلة الزواج؟ أعطونا رأيكم. عندي 10 رجال الآن حاطينهم إحنا كذا في قاعة اختبار، 10 رجال معهم جوالاتهم داخلين السوشيال ميديا عندهم علاقات، كم واحد من 10 راح ينقل العلاقة إلى مستوى الزواج؟ كم واحد؟ ولا واحد، واحد، نص واحد، ثلاثة، واحد، اثنين، ثلاثة، واحد، ولا واحد. يعني شفتي الآن إحنا سيدات وفي البر وما لبسنا النظارات الوردية، يعني أحسن واحدة قالت ثلاثة، وأحس إنها مرة مكثرة. أحس إنها برضو كنا لابسة نظارة موفية. يعني أنا تصوري واحد، تصوري واحد يعني ممكن إنه يعني ينقل القصة لمكان آخر. وبعد يعني في واحدة يعني
يعني هي الشاطرة ولفت الموضوع ورتبت له القصة وكذا، يعني هي يعني عندها بعد طريقتها أتصور كذا. لذلك صحيح احنا في مرحلة مختلفة، والآن صار في زواجات من السوشيال ميديا، بس أعتقد أنك أنت حاطة توقعات عالية، حاطة توقعات عالية. أتصور أنه مثلا أصدقاء في الدوام أو زملاء عمل في الدوام أعتقد في احتمالية أكثر، يعني لو قلنا 10 كم شخص ممكن ينقل العلاقة للزواج، أبغى أقول مثلا 2 أكثر شوية، يعني يعني في 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 اختلاف. ف وقد يكون هنا عندك دور انك انت تنقلينها من السوشيال ميديا لمكان اخر، انها تكون مثلا قد يكون عندكم شغل مع بعض او كذا، اذا انت فعلا تبغين هذا الشخص يعني كزواج، انه يكون في كل مره تتوقعين يعني انت يعني مثلا كتبتي له تويتر بعدين هو رد، بعدين يقول متى يخطبني، كتبت له تويتر بعدين رد، بعدين رديت التويتر الثانيه بعدين متى بيخطب، متى بيخطب، يعني بعيده. وبعدين هو يعني كم عنده من واحدة في الليستة، يعني يبغى له وقت لما هو يعني يشخلهم ويقرر مين اللي ينقلها لمرحلة الزواج. يعني هو واضح الموضوع، إذا الرجال يحبك ويبغاك وبيتزوجك وكذا، ترى الرجل واضح، الذكورة تتطلب الوضوح، تتطلب انه يمشي دغري، تتطلب انه يعبر عن نفسه مباشرة، تتطلب انه ينتقل للخطوة الثانية مباشرة. رجل يريد أن يتزوج ما راح يلف ويدور، ما راح يتأخر، ما راح يتأخر دقيقة واحدة، لن يتأخر دقيقة واحدة. رجل يريد أن يتزوج لن يتأخر دقيقة واحدة، ما يحتاج، ما يحتاج، لا تحطين له أعذار، لا تحطين له أعذار، هو يعرف الطريق ممتاز، شاطر يعرف الطريق. خلنا نأخذ أسئلة من تيك توك. أنا أؤمن بالزواج عن طريق السوشيال ميديا، هل وجهة نظري صحيحة؟ ايه عادي الحين يعني تعددت الطرق، الطرق صارت متعددة والسوشيال ميديا صارت احد الطرق. بس ما انا ما اقول انه الزواج في السوشيال ميديا موجود، انا اقول لك انت احسبي الان هذا الرجل اللي داخل في علاقة في السوشيال ميديا كم واحدة عنده في اللستة غيرك؟ طيب هو بيقعد يصفي ولا هو بيختار واحدة؟ قصص كثيرة والموضوع لسه ما نضج، ترى عند كثير من الناس ما نضج، تعتبر تجارب جديدة. دائما أجذب الرجال صبيانيين وغير ناضجين، ما هي الرسالة؟ يمكن عندك دور في تطويرهم أنهم هم ينضجون، وحسب أنت تتقبلين هذا الدور أو لا. هل عندك قصة كارمية ولا عندك قصة حب لهم؟ وفي الحالة أبغى أقول لك لا تقبلين إلا إذا أنت فعلا فعلا يعني قلبك دق على قولتهم. والاحتمال الثاني أنه إذا كان الموضوع يستفزك فيتستفزك قصة بداخلك ما زالت صبيانية، على قولتك قصة بداخلك هي صبيانية. أنا في العلاقات العاطفية دائما يصفوني أني أنانية وآخذ ما أعطي، مع أني أشوف أني أعطي. ليش؟ هو ما أدري وش أنت تعطين، ما أدري وش أنت تأخذين، بس شكلك تأخذين شيء مهم جدا وتعطين شيء لا يساوي شيء، وتقولين أنا أعطيت، أنا أعطيت، أنا قدمت. إذا تكرر التعليق أكثر من مرة أعتقد أنه فعلا في شيء يعني لازم تنتبهي له. مروة حبيبتي تقول هل شخص منفصل ولديه أطفال يستحق فرصة التعرف؟ والله هذا الموضوع يعني موضوع هي يعني مسألة خيارات، مسألة خيارات، انه انت تقبلين بهذا الخيار، تحسين انه مناسب لك، تحسين انه يتزق مع قصتك ولا ما يتزق مع قصتك، الموضوع خيارات. يعني مرات مثلا تجي بنت صغيرة جميلة وكذا وتتزوج رجل متزوج، تقولون لها ليش؟ خيارها هي يعني بكامل عقلها وكذا اختارت هذا الخيار. برضو مرات بنت صغيرة غير متزوجة تأخذ واحد منفصل، خيارها، خيارها. مرات رجل صغير وسيم لم يسبق له الزواج يتزوج من واحدة مطلقة عندها أطفال، إيش تقول؟ خيارها،
صح ولا لا؟ هو يعني عقله براسه وهو اختار هذا الخيار، ما دام هو شاف انها هي يعني بالنسبه له هي تمثل الزوجه المناسبه، خلاص خياره. نفس الشيء المرأة يعني مؤكد انه كل ما زادت الفروقات والاختلافات قد تكون القصة اصعب وقد تكون القصة اعقد، لكن يبقى في شيء اعلى من ذلك، في شعور وفي طاقة اذا اشتغلوا مع بعض وركبوا مع بعض. الاشياء الثانية هذه يعني قد ما تكون لها قيمة، قد تكون منخفضة الأهمية أو منخفضة القيمة. هل الزواج ضروري؟ برضو نرجع ونقول خيار، أنت وش خيارك؟ تبغى تتزوج ما تبغى تتزوج؟ يناسبك الزواج ما يناسبك الزواج؟ هذا وقته مو وقته؟ موضوع اختيارات. يقول أحبك بس ما أحس بالأمان معك. أول شيء هذا الرجل عنده صندوق خزان الأمان مضروب، أوكي؟ واعتقد اللي ضربت الخزان امه، اوكي امه، واعتقد انه هو يدور له على امرأة يحط عليها شماعة الخطأ اللي اخطأتها الام، وهو في اللاوعي يبحث عن ام، kind of يبحث عن ام، فهو يشعر بالحب لكن ما هو ما يشعر بالامان. طب انا مسؤول اني انا يعني اعيشك في الامان يعني؟ فهذه هي القصه، انه انت يعني هل انت مستعده انك انت تعبين الخزان هذا؟ هي نرجع ترى قلتها لكم قبل، العلاقات هي كلها عباره عن عبيلي وعبيلك، قصه خزانات، عبيلي وعبيلك قصه خزانات. هل انت مستعده انك تعبين هذا الخزان؟ قد يطول الموضوع طول العمر، قد يطول الموضوع، اوكي قد يطول الموضوع. يعني مرات مثلا رجل ثري ياخذ لبنت فقيرة من أسرة فقيرة، تقول هل أنت مستعد أنك تصرف عليها وتصرف على أهلها وعمانها وخوالها وجدانها وقبيلتها وحيهم؟ يقول إيه مستعد، أحبها أنا تستاهل. خلاص يقعد يكد عليهم طول العمر، مبسوط مبسوط، ها كل واحد راضي بعقله راضي، صح ولا لا؟ فهو مبسوط وهو قاعد وخزانه يعني مليان ما شاء الله، اللهم زد وبارك للجميع، خزانه مليان وقاعد يعطي. واحد شوي يتزوج واحدة فقيرة وعلى قدها وتودي شوية لأهلها وتودي شوية لخالتها، يقول ليش احنا انا متزوجك ولا انا قاعدة كد على حارتكم ولا قاعدة كد على قبيلتكم؟ شو القصة؟ طيب يا بابا انت ما كنت عارف انها هي كذا واهلها وقبيلتها وكذا وانهم هم اصلا قابلين فيك عشان فلوسك؟ ما وصلتك هذه المعلومة؟ ما اكتشفت هذه المعلومة؟ فانك انت تسأل نفسك قبل ما تدخل الزيجة انه انا مستعد اعبي خزانات هذا الرجل، او انا مستعد اعبي خزانات هذه المرأة، اوكي مستعدة أعبي خزاناتها ولا لا؟ وإلى متى أنا مستعدة أعبي خزاناتها؟ أو إلى متى أنا مستعدة أعبي خزانات هذا الرجل؟ فهذا هو، هذا الرجل لا يشعر بالأمان، لا يشعر بالأمان، يحتاج يمكن كل يوم تقولي له اطمن، اطمئن. قد تكون أمه غادرت مثلا بطريقة مفاجئة، تحتاج تقول اطمن أنا موجودة لأنه غادر. قد تكون أمها ماتت، قد تكون أمها مرضت، ما ندري شو القصص اللي صارت. فهل أنت مستعدة أنك أنت تقدمين هذا؟ ممكن هو عنده خزان وبرضه بيكد عليك وعلى قبيلتك وعلى عائلتكم وعلى حيكم عرفتي، فهي تكون تبادل خزانات. فهذا هو الموضوع، أنت تقبلين ما تقبلين، تقدرين ما تقدرين. تقولك تشبهي بأمه وعطيه الأمان، أقولك الأم قد ما تكون متوفرة وقد يكون موقفها سيء برضو، الأم قد يكون عندها دور الأم وقد يكون أيضا حتى في حال دور الأم موقفها سيء. هدى حبيبتي تقول جذبت شريك مثل ما تخيلت، الله
لكن بعد فترة تغيرت أنا. هل أترك وأرجع أجذب شخص آخر ولا هو يتغير مع تغيري أنا؟ أنت تقولين إنه أنتم ما تزوجتوا لسه صح؟ يعني جذبتي، خلنا نقول جذبتي، وقبل ما تدخلون قصة الزواج أو مثلاً تصلون لقرار تجاه الزواج، تغيرت القصة وتغيرتي وحسيتي إنه أنت مش متناسبة معه. شوفي، المفروض إنه هو يتغير أو يمشي. المفروض إنه هو يتغير أو يمشي. طبعا كثير من الناس بطريقة لا واعية ينسحبون عشان ما ينسحب عليهم، بما معناه عشان هما ما يبغون يواجهون. انا اقول لا، خليه هو ينسحب احسن. اقول خليه هو ينسحب احسن، بس عبري عن تغيرك بوضوح. عبري عن هذا التغير بوضوح. شوفي، اما انه هو بيقفز ويتغير او انه هو بينسحب. ليش عندي امل انه بيتزوجني مع انه صرح وقال ما يبي؟ أضغاث وأحلام، خيالات أنثى سائحة، أحلام الطفولة، ما أعرف، يمكن شفتي الموضوع في مسلسل كرتون، يمكن سمعتي قصة كذا يعني حدثت يعني في عائلتكم، كذا تصورتي إنك بتعيدين القصة من جديد. يمكن انك انت يعني في مدرسة الامل الزائف، قالوا لك ما عليك، يأتي به الله، مددي انت بالسرير وطقي الصورة قدامك، جايك. يمكن صراحة الاحتمالات لا تنتهي. الاحتمالات لا تنتهي. لذلك ابغى اقول لك ماما يا حبيبتي، حان الوقت انك تستيقظين، تروحين تغسلين وجهك، تصحصحين، وتسوين نهاية جميلة لهذه القصة وهذا المحور في حياتك. الشابتر هذا يبغى يخلص، اوكي؟ ما يبغى، انتهت القصة، انتهت، اوكي؟ الان تبغين شوية تشدين صواميلك، شوية تشدين صواميلك وتتركين مدرسة الأمل الزائف هذه اللي انت قاعدة في ظلالها، وتقفلين الملف التعبان هذا. خلاص انتهى، انتهت. ما تبغين تقعدين مع واحد قالك ما أبغى، صح؟ ما تبغين، لا تريدين هذه القصة، لا تريدين هذه القصة. طبعا مرات ترى الجارية عندها أسباب اللي تخليها تقولك لا بغيره، سأجعله يتغير لأجلي، راح أخليه خق. ما عليكم، في سيفورة لمعة جديدة تخليه خق، فيه عند الدكتورة الفلانية نفخة جديدة تخليه خق. ما عليكم، أقولكم قعدت له. يا ماما، كل السيليكون على بعضه كذا، لو تصيرين كلك بلونة خلاص، أوكي؟ خلاص، يعني كل ما زدت السيليكون يعني عشانه هو، كل ما رحتي يعني صرتي أرخص وأرخص وأرخص، وكل ما هو دعس ودعس ودعس، أوكي؟ خلاص، قال ما يبغى. ما في يعني لا سيليكون ولا لماع ولا بطيخ ولا ساحر لا تريدين أن تستخدمين هذه الأدوات، ما تبغين يعني تستخدمين هالأدوات يعني التعبانة، لأن القصة تعبانة، كلها القصة تعبانة، أوكي؟ القصة كلها تعبانة، ما تصلح. فأرجوك تنازلي عن القصة. مرات ممكن تستخدمها الجارية عشان المال، تقول أبغمض عن هذا الموضوع، بس هو ثري يعني، وخليه يخق، ما عليكم، بسوي الحركات يعني وخليه يخق، بجيب راسة بسوي. قد تفرفر فعلا وتسويها، تفرفر فيه وتلفلف فيه وتحطه في موقف محرج وما اعرف ايه، وتخليه يعني في لحظة ضعف انه خلاص يعني تحطه امام امر واقع وتخليه مثلا يتزوجها، بس قصة خربانة. لا تنسين هذا الموضوع، القصة خربانة، ما تصلح. طيب،
وهو عرف المستوى اللي انت يعني تطلبينه فيه، فهو راح يعني يهينك كثير، راح يهينك كثير، راح يدعسك كثير، راح تتألمين كثير، راح تكون قصة كارمية مرة مزعجة ما تسوى الفلوس، ما تسوى كل الألم اللي راح يجيك من وراها. راح يجي يوم تقولين يعني يا ليتني كنت زوجت فقير ومعدم ولا يعني تألمت هذا الألم. بس ما تحتاجين تفكرين في هذا الخيار. نختم. كل اللي جذبتهم كانوا ممتازين بس أمهاتهم لا. وش الرسالة؟ وين أقول لك شو الرسالة؟ أوكي. أبغى أقول لك إنه غالبا الرجل جيد أمه جيدة. أوكي. صعب جدا يكون رجل جيد أمه رديئة. صعب. هو كيف أصلا يعرف يتعامل مع الأنثى ويحترمها ويقدرها؟ وكيف يعرف يعني ياخذ ويعطي معها؟ وكيف يعرف يخدم نفسه ويعني يحترم الحدود وا 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 إلا لأنه هو متفاهم هو أمه، وأمه أم محترمة وأم جيدة وأنثى جيدة. ذلك أبغى أقول لك أنه الرجل الجيد غالبا يعني أمه جيدة، أمه جيدة غالبا غالبا. صعب تلقين أم رديئة أو ابنها جيد. مع الأنثى مستبعد. لذلك أبغى أقول لك أنك أنت ما اكتشفتي الموضوع، ما اكتشفتي القصة بعد. أنت إيش يعني قدامك قدامك كذا الباكجينج جميل بس ما اكتشفتي الموضوع من العمق. لذلك قد تكون دلالة بالنسبة لك، قد تكون إشارة بالنسبة لك، لأنه ما يصلح حبيبتي. أنتي ترى في رجال كثير جيدين أمهاتهم جيدات، لا تستعجلين. تقول جذبت شريك حياتي ويبغى يتزوجني بس أنا أحس مو مناسبة لعائلته لأن عائلة اجتماعية وأنا مو اجتماعية. قصدك صفاتك الشخصية أنه أنت انطوائية مثلاً، هم اجتماعيين وكذا، ما لها دخل، ما تأثر. إذا هو يحبك ويحترمك ويعرف يتعامل مع الأنثى، يعرف أنه أنت مو بالضرورة تطلعي نسخة من خواته. كيف أشتغل على نفسي مع زوج نرجسي؟ أوه ماي جاد، والله عندك قصة يحتاج لها شغل. أقترح عليك تحضرين سلستيا الوعي الأنثى، تحضرين دايزي برضو الوعي الزواجي، يحتاجها كل اثنين. الله يعينك الله يعينك، انت في اختبار ما هو هين بس تقدرين. الله يقويك. تزوج متزوج بس مرتاحه معاك كشخص وانسان فيه كل الصفات اللي احبها، بس المجتمع مضايقني، رايك يا دكتوره؟ سبق اني قلت يعني واكرر واقول لك المراه الثانيه والثالثه والرابعه يعني عمر المجتمع ما يتقبلها. لما تقدمين على هذه الخطوة لازم تعرفين هذه القصة، أو أنك تكونين مثلا يعني مرت الأب، في أشياء المجتمع لا يقبلها، ما تقدرين تغيرين كل قصة المجتمع. لما تتخذين الموضوع لازم تكونين مستعدة لهذه القصة وعارفتها. 323 ألف لايك، thank you، شكرا جزيلا. كورس التعلق من الأشخاص فقط؟ لا، ومن الأهداف برضو، بس التركيز على الأشخاص ترى. بعد علاقة حب سلمى حبيبتي، thank you إشراق. بعد علاقة حب 3 سنوات قال لي خلينا، أنا أموري المادية صعبة، لي 4 شهور ما أعطوني راتب، الشركة فلست. أوكي، الشركة فلست، باي باي. هو كذا يقصد؟ طيب طولنا عليكم، سوري. هذكركم اللي ما حطني يحط النية، اللي ما حط خلفية الجوال الجميلة يحط خلفية الجوال. أوكي، اللي ما شاف الفيلم يمدحون الفيلم. وبرضو عندنا 9 مواد موجودة على الموقع سمية 369.net. عندنا أسرار الأنوثة، الحياة السرية للرجل، عندنا
السيدة والجارية، عندنا الخيانة، الغواية، التعلق، وعندنا سلستي الوعي الأنثوي تساعدك على توازن الأنثى والذكورة، وعندنا دايزي الوعي الزواجي. في دايزي في ملحق فيها مادة مجانية اسمها جذب شريك الحياة، برضو هذه تساعدك في الموضوع. حطيت الخلفية في الانستغرام أول يوم في ستوري. طيب نشوفكم إن شاء الله بكرة، تصبحون عارف.